رئيس الجمعية الوطنية للتسجيل الصغير. أنا غنهضر لكم على المبادرة ديال اليوم اللي دارتها الجمعية الوطنية للتسجيل الصغير بالتنسيق مع جمعية أمل المستقبل والوكالة ديال التنمية الاجتماعية والجمعية ديال السيمفونية للأسارق. هذه المبادرة اللي كتهتم بهاد الناس اللي واحد الفئة اللي كاينة هنايا معزولة، خلقنا لهم واحد اليوم فريد من نوعه ديال التنشيط والمناسة كما يقولوا الدرجة المغربية. هاد اليوم كيتميز عندهم وكلشي فرحان، كلشي كيشطح، كلشي الحمد لله من الصباح حتى تقريبا ثلاثة هادي وهما ناشطين. وكنتمنى من الفاعلين الجمعويين وحتى الاقتصاديين يحاولوا يبادروا بحال المبادرات وحسن منها. حنا درنا داكشي اللي قادين عليه. وبالنسبه للحاله ديال المركز لقينا الحاله الحمد لله الحاله زوينه، الحاله ما بارك الله، النظام ديال الاطور اللي كاينه هنايا والتقن مع السي الرئيس ديال الجمعيه اللي هو الاستاذ السي بن جلون اللي هو وقف على النشاط بيديه، وقف هو شخصيا وخا هو هيا وهذا وبقى مع صبر معنا مسكين تكمل النشاط. ودرنا بهذه المناسبه قمنا بالزياره ديال المرافق، بعض المرافق ديال السونتر ديال دار الخير. الحمد لله كاين هنايا الناس اللي كينعسوا هنايا احسن ديورنا، ما نكذبوش على الله. ولقينا مستوصف بمواصفات، انا مواصفات تقريبا احسن من شي مستوصفات اللي كاين برا. والحمد لله لقينا الفران بوحدو، لقينا الكوزينه كيفاش دايره، لقينا بيوت النعاس، لقينا الدواش، لقينا حمامات، لقينا تبارك الله. كنا درنا واحد الزياره واحد المده هذه لقينا ما كاينش هاد النيفو هذا. دابا الحمد لله هاد الناس واكلين شاربين نعسين بفضل المحسنين، وكنتوجه حتى المحسنين اللي عندهم اللي بغى يتبرع بشي حاجه. دابا راه كاين الاداره، راه داك الشيء عندهم قانوني، ولا حاجه كتمشي لبلاصتها غادي يعرفوا ان الحاجه اللي جابوها لهنايا بانما هي كتمشي بلاصتها. حنا شفنا داك الشيء حساب وقانون، كل واكلين شاربين، كل حاجه كتمشي بلاصتها. مابقاش داك الشيء ما كاينش العشوائيه في التسيير. تسير من داك الشيء، تسير تبارك الله من داك الشيء. وكنشكروا الجميع. قبل لا تدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطوله الزجاج دنا قصاده فدا كي راح ميلونا او تتو تسفر ديال جام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.